عادت الطالبة الجزائرية ندى عنقال المتوجة بالمركز الثاني لجائزة تحدي القراءة العربي إلى أرض الوطن وسط حفوة الاستقبال لعائلتها بمدينة عين والمان بولاية سطيف، أين روت لكاميرا البلاد قصة نجاحها في المسابقة العربية عقبة بوظريفة في هذه المراسلة. الفائزة في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي ستمثل الجزائر في دبي الطالبة ندى عنقال من سطيف. شعب يعشق العربية الطالبة ندى فيصل عنقال من ثانوية الأخضر المدني بلدية عين والمان ولاية سطيف المتوجة بالمركز الثاني في التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي الذي أجري في إمارة دبي الإمارات العربية المتحدة. هذا التحدي ما هو إلا منبر لأفكارنا ولشخصياتنا، ساعدنا على صقل مواهبنا أو بالأحرى صقل شغفنا لحب للقراءة، استطاع أن ينمي أفكارنا وأن ينمي شخصياتنا أكثر نحو الأفضل طبعا خلال إبرازنا لعلمنا وإبرازنا لنشيدنا الوطني هنالك. استطعنا أيضا أن نبين أفكارنا وأن الجزائريين لا يزالوا كما عهدناهم منذ أمجادنا على منذ الثورة ومنذ الاستقلال ومنذ النهضة الجزائرية والنهضة العربية بأسرها. استطعنا أن نبين أن العرب لا يزالوا يقرؤون وسيبينون للعالم أنهم يقرؤون لا من خلال كتب يضعونها في جيوبهم، إنما من خلال أفكارهم التي ستكون أو تترامى على مسامع الغرب يوما. أولتها أشكر قناة البلاد التي على هذه الاتفاقة الطيبة بمناسبة نجاح ابنتي ندى في المسابقة النهائية لمشروع تحدي القراءة العربي. أنني فخور جدا بهذا التتويج في المرتبة الثانية دوليا بابنتي التي que j'ai accompagné durant tout son parcours depuis le début de cette année jusqu'à la fin de sa dernière récompense à Dubaï et j'ai pas autre mot à dire, c'est j'ai les larmes aux yeux. J'étais très très fier de l'accueillir à l'aéroport de Houari Boumediene durant son arrivée.